احنا كنا بنقول اثناء الجائحه انه اول من سيمتلك هذا اللقاح سيحكم العالم، لكن خليني اسال حضرتك عن هل هذه الجرعات اللي هي متفق على 40 مليون جرعه يعني لغايه اخر السنه دي، والدكتور مصطفى النهارده طالب بان هي تضاعف ل 80 مليون، هل احنا ده كله انتاج محلي للاستهلاك المحلي، ولا سينوفاك المصري هيخرج لأفريقيا وهيخرج كمان ربما لدول أخرى في ظل أزمة تصنيع اللقاحات العالمية وزيادة الطلب عليه؟ ما هي هو ده شيء في منتهى الأهمية، إن إحنا يعني تعودنا في عصر الرئيس السيسي، وتعودنا فيه من بعد 30/6/2013، إن دائما القيادة السياسية مش بس لها بعد يعني مجرد اجتماعي إنه بيحل أزمتنا. حل أزمتنا دي رقم واحد طبعا على أهم أولوياته، لكن الشيء المهم جدا انك يعني ده يكون مصدر كمان اقتصادي. يعني العالم بيعاني من الاقتصاد في فتره الكورونا، واحنا بفضل الله بنحل ازمتنا. ان احنا خد بال حضرتك ان تنتج 300 الف جرعه في ورديه في شفت واحد في اليوم، وانه توفر لهم الامكانيات خصوصا بعد ما افتتحوا بقى المقر الجديد بتاع فاكسيرا في 6 اكتوبر انك تشغل ورديتين عشان تنتج 600 الف جرعه يوميا. ده 600 ألف ده عدد دول. يعني خد بال حضرتك أنك في خلال مثلا 5 أيام تنتج رقم يكفي دول، يعني يكفي دول اللي هي الدول الصغيرة يعني. فأنا يعني شايف أنه إحنا بفضل الله عندنا أبعاد دائما، مش بس أن إحنا نحل أزمتنا، مش أن إحنا ناكل ونشرب، لا ده ناكل ونشرب ونصدر، ده احنا نتعالج وكمان نصدر. يمكن فاكسيرا حضرتك لو ملاحظ، يعني يمكن انا اتكلمت قريب في برنامج من ماسبيرو في مصر على افتتاح مدينه الدواء، اللي هي المدينه العملاقه اللي السيد الرئيس افتتحها في الخنكه. دي حاجات يعني انا قصدي اقول احنا بفضل الله بس ربنا يبعد العين عن مصر. أمين. لانه يعني احنا بفضل الله يعني مصر داخله على منعطف لم يسبق له مثيل. احنا بنخطي للامام، لكن مش زي الاول بنخطي تاتا تاتا زي ما بيقولوا، لا ده احنا بنقزح. يعني احنا بفضل الله كل يوم بيعدي بنعمل قفزه كبيره في التكنولوجيا داخل مصر، انه يضاف انتاج شيء مهم جدا للعالم ان يعلمه ان العالم كله يعاني من ازمه كورونا، واحنا مصر اتطعمت عدد كبير جدا الطعم الحمد لله لغايه دلوقتي، لحد الساعه اللي احنا بنتكلم فيها دي. يعني وصلنا 10 مليون مثلا يا دكتور محي، دكتور نبيل. انا لا لسه ما وصلناش لرقم ال 10 مليون، لكن على الاقل في خلال الشهر ده ان شاء الله اللي هو شهر 7 باذن الله ممكن نتجاوز ال 10 مليون. طيب لان خد بال حضرتك دخول شركه فاكسيرا في الملعب انها تنتج لحضرتك 300 او 600 الف جرعه في اليوم، ده رقم كبير جدا. طبعا رقم كبير. احنا اللي اخرنا شويه ان احنا كانت في، طبعا حضرتك عارف ان احنا عشان توطن نوع من الصناعه الدقيقه النهارده وتتجاوز فكره الانتلكشوال بروبرتي اللي هي الملكيه الفكريه، انك تقعد تتفاوض لحد ما انك تاخدها عندك وتصنعها عندك ويسمح لك ايضا بالتصدير لافريقيا وللدول العربيه، لا ده انجاز كبير.